Hi everyone. Welcome. Good evening or good morning. صباح الخير، وأنا سريرة مسرورة بأن أرى الكثير من الناس اليوم. سوف نتحدث كيف تتفاعل المدنيين مع الجهات المسلحة في الأوضاع الصراعات في هذه الجلسة. سوف يكون نسمع من مجلس النرويجي اللاجئين ومن أيضا قوات السلام النائية عن النفا، وأيضا تحدثوا عن الأمثلة التي تقاموها في جنوب السودان وأيضا في جمهورية أفريقيا الوسطى. وسوف نسمع أيضا من قوات السلام النائية عن العنف حول بعض التعليقات في التفاعلات مع الجهات المسلحة. وسوف بشكل عام في السنوات الماضية لقينا بأن قطاع الحماية وأيضا القطاع الإنساني قد قاموا بتقدم ملحوظ على تفكيرنا في موضوع نتائج الحماية بأنها مسؤولة عاملة بأن نقوم بتقليل من مخاطر الحماية، ونحن ندرك بأن هناك يجب أن يكون هناك دعم للاستجابة، وأيضا أن نكون ناشطين بأن نقلل ونمنع أي مخاطر الحماية. من هناك الكثير من التقدم المحلوط، وأنا أعطي أيضا كل التصفيق والحرارة للمنظمين وللعاملين في هذا القطاع أيضا، والذين يقومون بالعمل على العناصر الثلاثة وهي القدرة ونقاط الضعف والخطر التي من شأنها من تقلل من مخاطر الحماية. نحن نريد أن نفهم على موضوع السلام، من هم مسؤول على عن يقوم بملحقي الضرر، وأيضا الجهات المساحلة أو أيضا الجهات المرتبطة بالجهات المسلحة، وهذا هو الجهة وهذا ما سنتحدث عنه اليوم. هناك الكثير من الأسباب التي كان هناك صعوبات يواجهها العاملون الإنسانيين، ونحن سوف نتعامل وأيضا نتحدث مع المجتمعات وأن يتفاعلوا مع الجهات المسلحة بالإضافة إلى المجتمعات لكي يقوموا بتقليل مخاطر الحمامة. هناك الكثير من العوائق التي أواجهها، وأيضا هناك الكثير من المخاوف على أيضا المخاطر التي تواجهها مؤسساتنا وأيضا الذي يواجهها المجتمع. نحن هناك أيضا كيف يمكن أن نقوم بتحليل المخاطر، وأيضا ونحن نفهم ما يمكن أن يسبب المخاطر. نحن سوف نتحدث بشكل أكبر أيضا كيف يمكن أن نقلل من المخاطر، وأيضا ندرك بأن هذا قرار يجب أن نتخذه، وكلها سوف نسمعه من الكثير من الجهات، وسوف نأخذها من تقييم المخاطر. وهي أيضا العلاقات مع المجتمعات، يجب أن نسمع لتحليلاتهم للقرارات، وأن يكون هناك انخراط مع الجهات المسلحة، ويجب ما يمكن أن نقوم بعمله بناء العلاقات، وأن نرى أنه قد تكون من الصعب القيام بهذه العلاقات، ولذلك نود أن نسمع إلى الممارسات وأيضا الخبرات الموجودة في الميدان. وقبل أن أود التعليق الأخير هو أننا هو من العاملين والمعلقين اليوم، إذا كان يجب أن يكون هناك فهم دقيق للاستراتيجيات المجتمع للتفاعل أيضا، لكي نتأكد بأن هناك لا يقومون ب أن يكون هناك أن نسمع لهذه الفعاليات، لأن يكون هناك لكي نتأكد بأننا نتقدم بشكل محترم
وأن نحن لا نقوم بتقويض بتقويض المجتمعات وأي العلاقات أو أي من المحادثات التي تحدث بعد وخاصة بعد أن نغادر. إذن أنا أود أن أسمع من الجمهور وأيضاً من المتحدثين، وإذا كان لديكم أي أسئلة تستطيعون أن تضعوها على الـ Q&A. وقبل أن أبدأ سوف أود أن أعرض عليكم فيديو، هذا الفيديو لبعض الأمثلة التي حدثت من القوات السلام النائية عن العروض، وهنا بعض مثلاً ضابط من الشرطة وكيف قام بالعمل عمل مع المجتمعات، والذي عمل مع القوات السلام أيضا في جنوب السودان في هذا المجتمع. إذن دعونا نشاهد هذا الفيديو. نحن نريد أن نحمي أنفسنا في هذا المخيم. نحن هناك مخاوف كثيرة في هذا المخيم بموضوع العنف والاغتصاب وكثير من المشكلة. هناك الكثير من الجريمة الموجودة في هذا المخيم، و هناك الكثير من المشاكل الموجودة في هذه المجتمعات، وهي لا تأتي من جهة واحدة. نحن لم نشاهد العالم الخارجي أبداً، ونحن نريد أن نسمع أكثر عن العالم الخارجي. إن والدي وددت أن أترك المدرسة، ونحن كنا نسير في الليل. إذا لديك لا شيء لديك للأكل، لا تستطيع أن تنجو. إن المجتمع أن يجب أن يعمل مع الأطفال، وأنهم يحاولون أيضاً أن يعملون مع ساسة، ولكن المشكلة بأن الكثير من السياسات لم يفهمون. نحن الشرطة نحن نأتي هنا لكي نعتقلهم أو نقوم بضربهم، ولم يفهمون وهم يقومون بجريمة. إن قادة المجتمع ما كانوا يقومون بأيضاً تهديدهم بجلب الشرطة وهذا لنا، ولكن نحن كقوات سلام نائية عن العنف نحن نقوم باستخدام طرق أخرى من الاستراتيجيات من اليو سي بي لكي نقوم بالتفاعل مع هؤلاء. نحن نجمعهم مع بعضهم البعض لأنها ليس فقط مجموعة واحدة، هناك أكثر من 10 مجموعات. هذه المجموعات تتقاتل مع نفسها مع بعضها البعض. نحن نقوم ببناء الثقة مع بعضهم البعض، وهم يجتمعون الآن كشباب. نحن عندما كنا في مجموعتنا كنا نتقاتل مع مجموعات أخرى. نحن نقوم بجلب الشباب مع بعضهم البعض ومع أيضاً مع قادة المجتمع لأن يكون هناك حوار منفصل. هناك الكثير من الاجتماعات والكثير من اللقاءات، نحاول أن نصل إلى نقطة بأن الشباب لا يقومون بالخوف من المجتمع من القادة، وأن يكون لديهم ثقة. حتى أيضاً قادة المجتمع الآن لديهم ثقة
بالشباب. ومن هنا نحن ذهبنا أبعد، ذهبنا إلى خطوة ثالثة لبناء الثقة بين الشباب وبين الشرطة في نقطة التفتيش. نحن كنا نقوم بمقابلة ببعض المجموعات المسلحة، وأن نكون مع هذه المجموعات المسلحة لكي نتكلم مع بعضنا البعض، لكي نأكل مع بعضنا البعض، وإلى الآن لحد الآن لكي نعطي فرصة لأن نتطور. إن هذه العصابات والمجتمعات الآن يستطيعون اللعب مع بعضهم البعض بكرة القدم وغيرها من النشاطات. قوات السلام النائية عن العنف. شكرا جزيلا. سوف نتحدث عن بعض مع ممثلة من قوات السلام النائية على العنف التي سوف تتحدث عن دور المنظمات الإنسانية وكيف يمكن إنشاء هذا التفاعل والحديث بين العصابات وقوات الشرطة. وشكرا. Hi, Nigel. I think you've got something covering your video camera. هناك شيء يغطي الكاميرا. Your screen is all black, but it إن الشاشة سوداء بالكامل. هل هناك أي شيء؟ نعم. إذا أنا يونتل هنا من قوات السلام النائية عن العنف، وأنا أعمل هنا مع المجتمع من بمخيم الاي دي بي كام. كيف نقوم بعملنا هنا في المخيم؟ إن المخيم كان بسبب الصراع الذي حدث في عام 2013. كان هذا هناك قبيلة معينة قد استهدفت وقامت بالهرب إلى هذا المخيم، وفتحت الأمم المتحدة أبوابها لتلك القبيلة، والآن المخيم أصبح موجودا. هناك ما في جوبا هناك مخيمين خام. في المخيمين هؤلاء نحن نعمل في المخيمين الاثنين. هناك الآلاف من الناس يعيشون في المخيم. هؤلاء قد شهدوا الكثير من الصراعات، للأسف لم يستطيعوا الخروج من المخيم، وأطفالهم قد تربوا في هذا المخيم. من 2013 إلى 2017 من خلال 17 لم يكن هناك أي علاقات بين الحكومة والآي دي بي، وهذا يعني أننا لن نخرج من المخيمات. وهناك خوف كبير بأن يقومون بالخروج من المخيمات لأنهم كانوا يخافون من الحكومة وما أن تقوم بقتلهم. والأطفال الذين تربوا في هذا المخيم لا يعلمون الشرطة ولا يعلمون بالحكومة، يعلمون بالأمم المتحدة. وفي عام 2019 كان هناك كارثة كبيرة، وقاموا بتشكيل مجموعة من العصابات. هؤلاء قاموا بإرهاب الأبرياء الموجودين في المخيم، وقد هم نفسهم الأطفال الذين تربوا في المخيمات، وهم لا يستمعون لأولياء أمورهم ولا يستمعون إلى قادة المجتمع ولا يستمعون إلى أحد. وحاولت الأمم المتحدة بتفعيل
أن يقوموا بنشاطات مختلفة. وأيضا حاول، وبعد ذلك أصبحت مشكلة كبيرة في المخيم بأن هناك نسبة الجريمة قد ارتفعت بكبر. يقومون بالقتل ويقومون باغتصاب النساء والفتيات في المخيم، وهم أيضا يقومون بمهاجمات وأيضا سرقة الناس على طرقات المخيم، فهم لا يسمعون أي أحد أو لا يستمعون لأي أحد. وحاولنا أن يكونوا مرتبطين بنشاطات أخرى، ونحن لا نؤمن بسلطة السلاح، وإنما نؤمن بسلطة الحماية والقيام بأشياء بطريقة أو نائية عن العنف. كان من الصعب جدا أن ننخرطهم في تلك النشاطات. نحن قمنا بدوريات الشرطة لكي نعرف أين يتواجدون، وقمنا ببناء علاقة معهم، وبدأوا بالقبول بالمجيء لاجتماعاتنا ولمبانينا، وقمنا بتقريبهم مع بعضهم البعض. هؤلاء العصابات العشرة تقريبا أو أكثر كانوا يتقاتلون مع بعضهم البعض ويقتلون بعضهم البعض، وعندما وافقوا على أن يكونوا مع بعضهم البعض لكن يكون هناك سلام ما بينهم البن، لقد قمنا بإعطائهم الكثير من جلسات التوعية على موضوع بناء السلام وبناء أيضا الثقة. وعندما علمنا بأن هؤلاء بدأوا بفهم هذه الأمور، كانوا ليسوا على علاقة طيبة مع قادة المجتمعات، وبدأنا ببناء هذه العلاقة مع قادة المجتمعات. ومن هناك الآن يجتمعون مع بعضهم البعض لأننا قمنا ببناء هذه العلاقة. المجتمعات وقادة المجتمعات أصبحوا يتواصلون معهم، يسألون عن أحوالهم، يتأكدون بأنهم بخير، لأنه عندما كان هناك تقاتل مع قادة المجتمع كانوا يحاولون أن يلجؤون إلى الشرطة، ولكن الآن أصبحت العلاقة مختلفة، وخاصة أن الشرطة تشكل تهديدا لتلك العصابات. الآن نرى أن هناك علاقة بأننا نجلس مع قادة المجتمعات، والآن نرى هذه العلاقة والسلطة، والآن هناك حاجة بأن يكون هناك علاقة مشابهة مع الشرطة. الآن جلسنا وقمنا مع جلسات واجتماعات لكي نقنع أيضا ضباط الشرطة ورئيس الشرطة بأن يقوم بعقد اجتماع مع هؤلاء العصابات، وأخذت حوالي أسبوعين لنقنعه، فهم لا يؤمنون الحوار. الشرطة بالنسبة لهم لا يؤمنون بالحوار، يريدون القضاء على المجرم وأن يقبضون على المجرم وأن يأخذوه إلى السجن. ونحن نحاول أن نقنع الشرطة بأنها ليست الطريقة المثلى. نحن نصر بشكل كبير على عقد اجتماع حول توعية الشرطة حول الحماية، وقمنا بالتدريب لمدة يومين لرفع الوعي لدى الشرطة حول هذه الأمور. أصبحت الآن قد اقتنعوا أنه من بالحاجة التحدث مع العصابات. إن الآن هناك نقاشات مع العصابات من قبل الشرطة، وكان هناك يومين من الحوار مع العصابات،
والشرطة هنا قد اقتنعوا بأن منهجهم كان خاطئا واعتذروا للعصابات عن هذا المنهج، وأيضا يجب أن يقولوا لقادة المجتمع بأن قالوا لقادة المجتمعات بأن طريقتهم كان خاطئة بالتعامل مع العصابات، والآن يؤمنون بمنهج قائم ينأى عن العنف، وبهذا نحن ما قمنا بالعمل به مع العصابات. الآن يجتمعون مع بعضهم البعض، هناك الكثير من السلام في المجتمع بطريقة حارة الآن بحرية. الآن بدأوا بفتح أشغال جديدة. وكنا نتساءل لماذا يتعامل العصابات بهذه الطريقة، لأنهم لم يشاهدوا المجتمع الخارجي، فهم لا يعرفون عنه أي شيء. وعندما يدخلون عندما جاءوا إلى هذا المخيم كان عمرهم حوالي 7 سنوات، الآن عمرهم 17-18 سنة، هم لا يعلمون أي شيء عن المجتمع الخارجي، فتجربتهم في المخيم هي تجربتهم الكاملة، وهي ما يريدون أن يطبقوه في الحياة العملية. فهم يظنون بأن القتل أو قاتل بعضهم البعض هو الحل الجيد. آسفة على المقاطعة، قم بإنهاء فكرتك. نحن قمنا بجمعهم مع بعضهم البعض مع الشرطة ومع قادة المجتمع، والآن هناك ترابط ما بين الثلاثة. شكراً. شكراً شكراً جزيلاً، إنه فعلاً أتمنى أن يكون هناك فرصة من خلال الـ Q&A والأسئلة والأجوبة. الآن يجب أن ألبر أوردر تانلر، الذين يعملون مع قطاع السلام النائي على العنف، الذين يتحدث بطريقة أكبر عن بعض التكتيكات والاستراتيجيات في السودان نيمار وغيرها، بكيف حماية المدنيين والتفاعل مع الجهات المسلحة. شكرا جزيلا. شكرا لي. سوف أتحدث عن بعض التكتيكات من نيمار، عراق وغيرها. كنت أشاهد بعض كيف يمكن أن نتحول من نقاط العطف والقدرة وأن نركز على موضوع المخاطر، وسوف أتحدث عن حماية المدنيين من الجهات المسلحة الذين يقومون وكيف نشجع بعض الأمثلة التي شاهدناها لكي أن يكونوا الشرطة حاميين لهؤلاء المدنيين. الشيء الأساسي الذي يجب أن نقوم لنا أننا نتخطى هذا الخوف عندما ننظر إلى الجهات المسلحة أو الأشخاص المسلحة. نحن نشاهدهم على أنهم جهة واحدة، هي قد تكون مضادة لنا ولأفكارنا، وأننا يجب أن نبتعد عنهم، ويجب أن نريد أن أيضا نربط ما بين هؤلاء وهؤلاء. هم أناس حقيقيون، وما هي مثلا اهتماماتهم الشخصية، ما هي مخاوفهم، وهذا لا هذا يعني أننا يجب أن نتعاون معهم أو نثق بهم. فنحن يجب أن نريد أن نفرق بين التعاون وأيضا الانخراط. هذا الانخراط هو ليس سهل كما قلت لكم، وهناك يتطلب الكثير من الأفكار الخلاقة. أيضا نحن ومارك والكثير من بعض الفاعلين الإنسانيين، كيف يمكن أن نفصل بين المجتمعات عن الجهات المسلحة؟ وأنا كان لدي
مثلاً كان هذا الشخص يعمل كحلاق وكل ما يأتي إليه يتحدثون عن الحماية وغيره. إذن هناك بعض المسارات التي عملت في العراق والفلبين والتي كانت ناجحة هو تحريك القادة الدينيين في مختلف الساعات، مثلاً الجهات المسلحة أو الأفراد المسلحين اللي يريدون أن ينخرطون مع المجتمعات أو القادة مع المجتمعات وغيرهم، ولكنهم يذهبون إلى القادة الدينيين، إلى الشيخ والخوري أو غيره من القادة الدينيين، ويستطيعون أيضا النقاش في المفاوضات لفك أسر أحد الأشخاص وغيره. ومن التكتيكات التي يمكن أن نقوم بها هي أن نركز على المخاطر التي ليست هي مقصودة بشكل مباشر، مثلا بعض الجهات المسلحات التي بدأت بتحرك بسبب بعض المعلومات المغلوطة. نحن يجب أن نبتعد عن التدخل في الأمور المسلحة والأمور العسكرية، ويجب على المدنيين أن يبتعدوا عن هذا. وهذا التكتيك يساعدهم على يقومون بزيادة الحماية وزيادة الأمان بالنسبة لهم. ما نشير إلى من هو المسؤول عن تلك الأمور والاستكمال في فلسطين قبل حدوث الكارثة. ولكن قالت في الضفة الغربية نضع الأسئلة في على الحواجز، وهناك بعض هناك ولد صغير مع هذا المرض يركز على جندي واحد ويقول رجاء سننجح، وهي حالة الموت أو حياة. لقد وصلوا إلى مرحلة لقد هي تأثرت الإنسانية، والمسؤولية أن تقول نعم أو لا. هذه من مجموعات كبيرة، هي صعبة جدا، ونفهم تلك الأمور كيف لكي يرجع هذا الشخص لكي يعبر بنجاح. المثال الأخير أيضا بأمور إبداعية في ميانمار، هذا مثال من هناك، حيث هناك بعض الأمور. الجيش أتى إلى القرية في ميانمار ويبحث عن مكان ليستقر. الحماية، مجموعة الحماية في المجتمع، وضعوه في مركز المجتمع محلي، وذهبوا ليشربوا بعض الحطب وطعام، وسألوا لماذا أنت أضللت الطريق وأنت في مجموعة هذه العساكر. إذا الجيش جهز إلى القرية وأفراد المجتمع قد يشعرون بالأمان، قد يكون هناك تحرش جنسي. هذه الجيش هو لحماية المجتمع من تلك الأمور. الشريحة التالية، هذا مثال أخير. رأينا الكثير من المجموعات من العساكر، هم يتخاطبون مع السكان الأصليين، والحوار بين هذه المجموعات المجتمعات، ويعيد هذا الأمور التصريح الذين قالوا هذه المجموعات التي وضعوا لحماية المجتمع، وهذا يعكس سلوك هذه المجموعات التي ترى في المجتمعات. وحصول هذه المجموعات العسكرية هم يبدون بعض العنف، وهذه الصور تري بعض التحسن والتقدم، ويريدون أن تحصل في المجتمع. وشكرا جزيلا لكم، الكلمة لك. شكرا، مثير، أمثلة مثيرة،
وهي طرق إبداعية في التقل لهذه المناحي. أريد أن أقدم المتحدث التالي أمن جيبي جيبي، وهو باحث رفيع في الأمور العام، وهذه الأبحاث من الدولة الأفريقية المركزية، يعني يساعد المجتمعات المحلية وانخراط الجهات في الجهات مع القوى المسالمة. شكرا لي. نعم، هناك أمثلة رائعة قدمت اليوم. لقد تطورت تطور الاستراتيجيات فيما يتعلق بالسلوك بين الجهات لحد الحد من العنف. هذه بعض الأمور هي خارج الرادار ولا تعرف بها الجهات الدولية، وهي من الأمور لحماية المجتمع في الطرق الطويلة الأمد. المجتمعات هم من يقولون من يمثلهم في تلك الأمور، والممثلين ينسحبون من المناصب القيادية، أو قد يكون هناك نفوذ أو تأثير خارجي، وخاصة في هذا المجتمع. والممثل الذي تم اختياره في خبرته في التفاوض وأن يكون هادئاً يأخذ بعض الأمور للعمل واتخاذ هذه الاستراتيجيات والإقناع، كما سمعنا اليوم، هي بناء الثقة لكي يكون تبادل حول الأمور الأساسية في جنوب السودان. في أيضاً في جنوب السودان هناك المجتمع المدني والديني، كوبا كما قال، هذا بعض القياديين الروحيين في الأديان يعملون بشكل جيد، وهذا هناك حس من الاحترام والثقة لهم. وهناك بعض الأمور السياسية الخارجة عن النطاق، ورأينا هناك بغانا والسلطة الممثلين. هذا مثال واحد في جنوب أفريقيا، دولة جنوب أفريقيا، هناك العديد من الأطياف المسيحية انقرضوا في التفاضل، أيضا إيمان في هذه بحد من العنف، واللاجئين لجلب المجتمعات سوية، والوجود هناك الأمور المتشابهة ساعدت لتقليص العنف، وهذا طبعا هي أمر مضاف وإيجابية للجهات التي عملوا عليها. وهناك أيضا استفادوا وشبك تشبيك قوي جدا على الصعيد المحلي وللتفاوض المحلي والدولي، وهذا الشبكة الجيدة. أيضا هناك انخراط جيد في التفاوض، تقوية التفاوض في جنوب السودان وفي جنوب أفريقيا. المهم هو المشاركة بالنسبة للزواج، وذلك النجاح في عبور تلك الحدود، وأيضا سبل العيش والأسواق والوصول إلى تلك الجهات. النساء لقد انخرطوا في الإعداد للتفاوض عن طريق الرسائل، وأيضا بين المجموعات المسلحة لانخراط في تلك الأمور التفاوضية والزيادة. أيضا نطلب أيضا للتفاوض مباشر، ودور هذه السلطة كنساء في المجتمع. في جنوب السودان قاد النساء لقيادة التفاوض، تحدثوا بالنيابة عن المدنيين، وهناك بعض الأمور أيضا في التحديات، وعملوا نجحوا في الوصول إلى اتفاق لكي يتحرك هذه القوى العسكرية، وأيضا لوقف الاقتتال بعض الأحيان. وهذه الدعم النساء وتقويتهم كأبطال أو كبطلات في تلك الحالات. بالنسبة للحماية الدولية في تلك القطاعات ودعم المجتمعات، الحلول يجب أن تكون في المجتمع، وبعض الأحيان التدخل الإنساني قد يساعد في الجهود في المجتمع.
وقد نأخذ بعدم الاعتبار الديناميكية الأمور الثقافية والسياسية في المجتمع وبعض الأمور عدم الثقة وبعض تعرضهم للخطر في بعض الأحيان. الجهات الحماية يجب تأخذ هذه المناحي، يكون تحليل أصحاب المصلحة وعلى الصعيد المحلي، العصيد المحلي فيما يتعلق بأمور العادات والممارسات في جنوب السودان، والتضحية هو أن يكون يقتل سوية ويأكل سوية، هذا أمور هي من التقاليد قبل أن يبدأوا بالتفاوض. هذا ما إذا لم يستطيع التقدم في التفاوض، حصل إذا لم يكن لك أي طعام والطعام لتشارك مع الآخرين. هذه الممارسات الإنسانية تلعب دورا كبيرا في التفاوض، وهناك أمثلة كما قال في الجهات الفاعلة ودعمهم لكي يفعلوا تلك. هي الوساطات الإنسانية مهمة جدا، ورأينا وناقشنا هذا المنحى في تلك التفاوضات. نحن ننظر كيف هذه الأمور التفاوضية يمكن تكون استباقية في تلك هذه البيئات، وحيث ننظر LCDSC بالنسبة للوساطات التفاوضية وكيف أنهم للحد من العنف، ويمكن تسليط الضوء على كيف الوساطات الإنسانية وتشارك في تلك هذا الحلول إلى بعض الحلول في النزاع. كما قال زملائي، التفاوض أي دعم للتفاوضين تحتاج ليونة للتكيف وأخذ المخاطر. القطاع الإنساني ويتم حشده يجب أن يكون حذرا، هناك مخاطر كثيرة عليه قد تظهر، ويجب أن يكون التدخل بعض الأحيان لا تدخل كيف يظهر كيف هم يواجهون تلك المخاطر. هذه القطاعات وجدناها تفعل ذلك وهي في خبرات في التحليل، ونحتاج هذا بشكل آمن وسليم. بالنسبة للجهات الفاعلة الذي يجب أن تتعلمه هي الاستكمال بين السلام نريد أن نختتم هنا. عفواً، حسناً، آسفاً. بعد نسهل التفاوض والوساطة، تجلب المنظمات إلى مكان آمن ومريح. الإنسانيين يجب أن لا أنت تقوم بهز الأمور السياسية، ويجب أن يكون هناك عزمة كاملة لجلب السلام. شكراً. ربما يريد أن يتدخل في الأسئلة والأجوبة. أريد أن أسأل المشاركين، تضعوا أي أسئلة لكم، أريد المتحدثين يتحدثوا عنها في هذا الجزء الأسئلة والأجوبة. نريد المساعدين أن نسمع منكم من المتحدثين أيضاً. رجاء أن تضيفوا أي أسئلة لديكم. المتحدث الأخير يتحدث، أنجلا كوليبيني، وهي على الحماية الإقليمية في مجلس النرويج اللاجئين. جمع زهرة ستتحدث قليلا عن خبرة النرسي في الوساطة والجهودات في الجنوب أفريقيا. أمل أن يقني هذا المناقشات، وتفضل الكلمة لك. شكرا جزيلا، مرحبا بكم. أريد أن أشارك معكم تلك الخبرة التي لدي. مساء الخير أينما كنتم، أريد سعيد أن أتحدث إليكم اليوم بالنيابة عن المجلس اللاجئين النرويجي هنا في المجلس اللاجئين والبرامج الإنسانية. أريد أن أناقش اليوم في جمهورية أفريقيا المركزية، سأتحدث عن المصادر. 2017 إلى اليوم تحدثت عن الأمور التي تعلمناها والتي لم فاتتنا
وبعض التوصيات للجهات الإنسانية وأيضا الذين يقومون بالتمويل. الشريحة التالية لو سمحتم. هذه مثال أول، سأتحدث لكم عن العمل الذي عملناه في بوالي في جمهورية أفريقيا المركزية. أولئك الذين عملوا هذا الصعيد المحلي هناك، هذا السياق، المسلمين والمسيحيين، العمل لقد عاشوا بتناغم سوية من 2000 عندما عمدت الحرب بين القيادة المسلمين كانوا يقودون هذه المنطقة ووجدوا مكان آمن لهم، غادروا وتركوا خلفهم الأراضي وبيوتهم وممتلكاتهم. الشريحة التالية. لذلك NRC لقد تنبه إلى ذلك الأمر وعمل على تسهيل الحوار والتفاوض، سمح للناس النازحين الذين يريدون العودة بوالي. NRC لقد نبهوا ذلك وعملوا لتفاوض على صعيد المجتمع. أولا عملنا التحليل لهذا الأمر المعقد، ولدينا أيضا مع أصحاب المصلحة المشتركة عملنا اجتماعات معه، عملنا تفاوض مع أصحاب المصلحة المعنيين. بعضهم كان مرعوبا للأشخاص النازحين وخاصة في المجتمعات المسلمة. خطة العمل لقد جلبناها. الشريحة التالية. Le plan d'action a été والنتائج كانت ainsi à l'issue du dialogue il a été convenu d'élaborer de mettre en place un comité qui serait en charge التفاوض او الحوار. وضع شخص مسؤول عن الاشياء الممتلكات للتأكد ان هذه الممتلكات ان تعود إلى أصحابها الذين للأشخاص النازحين الذي أعربوا عن رغبتهم في العودة. المجتمع قيادين المجتمعات من خطة العمل التي قامت في لعمل بعض الأمور التمويلية وفي المناطق المجاورة ليتمكنوا من النازحين أن يعودوا بشكل آمن، ليس فقط إلى المدينة ولكن لما بعدها في كل هذه المنطقة. الشريحة التالية لو سمحتم. بعد هذا الحوار لقد لاحظنا بالنسبة للأشخاص النازحين للعودة حصل على ممتلكاته ولم يختبروا أي عنف بعدها. والآن سأعرض الحالة الثانية. هذه الحالة بالوصول المدارس من جلا في هذا أقليم الباسكال. 2021 سمح لنا حالة هناك كانت هناك حالة العنف للأطفال في مجتمع واحد ولم يكن لديهم وصول يسمح لهم الوصول إلى المدارس، وكان هناك يحصل عنف كلما يريدون العودة للمدارس. هم ليس فقط يختبرون الأطفال العنف للأطفال ولا أيضا أفراد المجتمع. كان علينا أن نعمل هذه تحليل لهذا العنف المعقد باجتماعات منفصلة، وأعددنا المجتمعات للحوار والتفاوض. وبعد هذه المناقشات استطعنا المجتمعات نتأكد أن يكون لديهم الولوج إلى تلك المجتمعات والأطفال لكي يستمروا في الذهاب إلى مدارسهم ويتمكنوا من التعلم هذه المناخ الذي عندهم.
وبعد هذه الحالتين الشريحة التالية لو سمحتم. الدروس تعلمناها بعد هذه البرامج NRC عملوا بعض الوساطة. الوساطة كان لديه ناجحة جدا للمجتمعات. وأيضا تعلمنا أن الوساطة هي مؤثرة جدا في المجتمع والجهات الإنسانية أن انخرطوا، ليس للتقوية، هي المسؤولية وأيضا هي عمل لهذه العملية. بالنسبة لوضع القرارات بالنسبة للوساطة والجهات الإنسانية لديهم دور مهم لتسهيل هذا التفاوض والحوار بشكل ناجح. NRC أيضا ما فعلناه فيما يتعلق بالتفاوض الوساطة الإنسانية عندما يكون هناك هذا التأثير، هذا الوساطة هي ساهمت في الحد من العنف وتقوية هي إمكانية المجتمع في التفاوض وإحداث التغيير. لذلك هذه الدروس التي تعلمناها وما قدمته بالنسبة لوضع البرامج والتخطيط NRC الجهات الإنسانية الدولية أن يركزوا استخدام الوساطة وفي المجتمع وبناء المقدرة في المجتمع نفسه. نؤمن هذا مهم جدا في من هذا المنحة. لماذا؟ عندما نسهل الوساطة نحن لو نذهب ما بعدها إلى المجتمع لخلق الحوار وهذه العملية، هذا ليس سهلا أبدا أن تضعه. هذا يحتاج يتطلب روابط قوية وعلاقة، بناء علاقة قوية ووجود طويل الأمد للمصادر التي تكون متاحة لمدى طويل. هذه العملية طويلة تحتاج هذا التحليل فيما يتعلق للعنف، يجب أن لا يتفاقم التحليل وأن نفهم العنف، أن نفهم هذا الصراع. هذا التحرير، هذه آلية التحليل. لهذا السبب NRC هو يراجع هذه الاستراتيجية ويوجه هذه الاستراتيجية لوقف العنف بدلا من الوصول إلى اتفاق طويل الأمد. هذا يحتاج الكثير من الخبرة الطويلة والتعلم الطويل، الممانحين والشركاء إذا سعداء أنت. شكرا لاستماعكم إلي. شكرا جزيلا إنجلاند، لقد هذا مثيرا جدا. بالنسبة للانعكاسات نحن سنعطي الكلمة إلى هنا الأسئلة والأجوبة. ضعوا الأسئلة لو سمحتم في جزء الأسئلة والأجوبة. بعد الأسئلة هناك ما سفعله، سأبقى هناك دقيقة واحدة لأن هناك أسئلة حول خبرتكم أنتم. مارين والجمهور هنا يسألون أي هسو المجتمع المسيحي عندما ذهبوا، أيضا المسلمين عندما عادوا، وهذا ما كيف نقنعهم أن يغادر ويعود مرة ثانية. سنتحدث ما هي هذه عملية المشاركة والمجتمع وهذه الوساطة والمجتمع اللي سمح لهم أن يتخذوا قرار ما اتخذوه عندها. شكرا جزيلا للسؤال. المجتمع المسيحي يعلمون أنهم آمنون في هذه المنطقة، هذا أثر أن يكون جاء حوار في المجتمع المسلم والعودة لكي يعودوا إلى أرضهم الأصلية.
وهذا آدم البوالي كان عليهم أن يغادروا هذا العنف. كما قلت سابقا عندما حصلنا على التنبيه هذا تحليل هذا العنف أو الصراع يجب أن نفهمه بشكل أفضل ونفهم كل العوامل التي قد تفاقم الأمر أكثر. ولدينا اجتماعات منفصلة. ماذا يعني؟ اجتماعات مع المجتمع المسيحي والمسلم على حد منفصلين عن بعضهم. وعندما كل مجموعة يفهم هذه العملية المتاحة للحوار مع الطرف الآخر، وأيضا جلبنا المجتمعات بعدها سوية للحوار والتفاوض. نعلم أن كل مجموعة بالنسبة للأعضاء في المجموعات المسلحة لديهم الملازم والممتلكات التي عرضوها لجلب تلك الأطراف، والقراءات المجموعات المسلحة وافقوا على الدخول في التفاوض. ونحن سهلنا نحن بدور حيادي. هذا الأمور الحيادية في المجتمعات يناقشونها مع بعضهم البعض ويجدون حلولا جيدة ومقبولة له. نحن فقط للدعم لخطة العمل وتنفيذها وسماحهم للعودة لدولة لأرضهم الأصلية. هذا مثير مثير. هذا أيضا الصبر هي الأمثلة التي ذكرتموها، هذا مثير جدا. تلك الأمثلة سنناقش هذا أكثر. أيضا لدينا أسئلة أخرى من الجمهور هنا حول الاعتراف بالعمل الذي عملناه للمشاركة ومناقشة مع تلك المجموعات، وهي تعلمه المجتمعات وتتطلب بعض الطبيعة هذه السياسية. بعض الأحيان هناك يتم تجريم تلك المجموعات، وهناك مجموعات هي من العنيفة من الإرهابية. وكيف تكون هذه؟ قد هي بعض الأمور الدينية. أعطيكم إذا لديكم أي أفكار مشاركة مع أطياف واسعة. بعد تلك المجموعات هم تم تجريمهم محليا، وما هذا يتم تأثيره في المشاركة؟ نعم، هذا سؤال مهم. في كل محادثة في المجتمعات في مناطق مختلفة نحن نقول بشكل بطيء. أولا أريد أن أقول كل مجموعة بكل مكان من المستحيل، لأن الجيش والمجموعات المسلحة هي أسوأ من أي شيء، أسوأ من أي شيء كان في هذا السياق. أردت أن أقول هنا هذا لا يعني هذا سهل، ولكن هو صعب جدا، والجميع يجدون صعوبة في هذا الأمر. كما قلت سابقا في الشريحة السابقة يحتاج إلى عمل كبير وجهود كبيرة ونسمع الكثير من لا. إذا كانت المجموعة هي غير شرعية وتريد انخراط، ما زلت تريد انخراط معها من الفهم، أن تفهم هي هناك أمور غير دينية وهناك أيضا احتياجات مختلفة. تفهم هناك السياق الديني والمفهوم الديني، يجب أن تفهم ذلك. هذه هناك المسائل الموجودة بالنسبة للأطفال، أيضا هناك مصلحة كبيرة يمكن معالجتها، وتجد ممكن إيجاد طرق للترابط لهذه الاحتياجات. ما حدث أيضا عندما لا تحدث بالاتصال مباشرة، أن تري الناس على في الميدان بدلا من أخذ هذه الآراء إلى الباب. بعض الأمور المجموعات يحتاجون أن يروا ما أنت تستخدمه لكي يثقوا بك. وأيضا عندما يكون هناك مجموعات هم يتم تجريمها من قبل الدولة والدولة تسمح لك الانخراط معهم، هذا أمر فيه صعوبة جدا.
وهذا يعني هناك أسئلة حول هذا الأمر. رأيت بعض الناس يجدون طرق في المشاركة مع المجموعات الذين لديهم تضامن مع هذه المجموعات أو لديهم تمثيل لهم. هؤلاء الأشخاص ليسوا جزء من المجموعة وليسوا قريبين المجموعة، انخراط مع تلك المجموعة، هؤلاء الأشخاص يكونوا هم المرجع الأول. رأينا الأشخاص يرسلون رسائل ليس مباشرة من خلال بعض الأعمال على الأرض والنيات التي لديهم، هذه الرسائل يتم الحصول عليها من قبل تلك المجموعات. هناك الكثير من التعاطف، لا نبخس كيف نحن المشاركة، ويجب أن نناقش تلك الأمور معهم. هذا عظيم، هذه الأمور واقعية وعملية للاستمرار في تلك المشاركة. نريد أن نسأل الجمهور، هناك بعض الأمور، بعض الأشخاص رافعين أيديهم، ليس لدينا أن نتصل بالأشخاص مباشرة، تريدون وضع في الأسئلة وأجوبة في هذا الجزء، سنعود إليكم والإجابة عليها، ليجيبوا عليها المتحدثين. والآن أسأل جيما سؤال. الآن جيما، بعد ذكرته بشكل مختصر بالنسبة لنتائج هذا البحث، هناك مخاطر المنظمات والأمور الإنسانية، هم هذه الأسباب، المانحين والمنظمات والأمور السياسية وكل الأمور. إذا تحدثت عن هذا، وخاصة ما هي الأمثلة التي أتت من منظمتك لمعالجة تلك؟ وهناك أمثلة أيضا ظهرت في البحث لديك. نعم، شكرا لك. لقد فهمت للمنظمين أن عليهم أن يفكروا في تلك المخاطر وجزء من المشكلة بشكل آلي. نفهم الكثير من التفكير حول المخاطر، والكثير من الوقت نتحدث بالمجتمع الإنساني، هنا التركيز أقل بالنسبة لهذا السياق والمجتمع التي تعمل معه. وهناك أيضا وصول مجموعات مسلحة الذين وصول إليها وانخراط إليها ودعم. ننظر إلى ذلك، هذا الصعيد من المخاطر، وخاصة في هذا الظرف، وأيضا أكثر وأكثر، وتخفيض تلك المخاطر. ما هي أيضا المخاطر الأكثر؟ هناك أمثلة أخرى في المخاطر من أن لا تفعل شيئا، والمجتمع يريد أن التدخل من الأطراف. كل الظرف هو لا نبخس ذلك الوضع، في يجب أن نبحث إلى هذه المنحة. وفي الوقت ذاته يجب أن يكون هناك مرونة والتكيف في هناك أي إمكانية في التفاعل. هناك قد يكون هناك تغيير في القيادة أو من هو بالقادة، قد تستطيع، يجب أن تقومي بالتوقف كلياً. إذن هي ما هو الوضع، وأيضاً وما هي المشاكل، وأيضاً كيف يمكن أن نواجهها بتطبيق صحيح، ونستطيع، ما هي الاهتمامات التي يهتم بها؟ جزء من البحث الذي قمنا في السودان، لقد تحدثنا مع الكثير من الحركات المسلحة، كيف يمكن لهؤلاء الجهات المسلحة أن تستطيع أن تتحدث مع المدنيين وأن يقوموا بالنظر باهتمامات المدنيين وما هو مهم لهم وما يحتاجون من بعض أحد أن الجهات المسلحة لا تستطيع أن تنجو بدون المجتمعات، فهم يحتاجون لهم. سوف إذن كل الأشخاص يريدون التحرك، يحتاجون إلى الطعام، يحتاجون إلى الأسواق. إذن كيف يمكن للمواطن المحلية أن تكون نقاط للتفاعل والانخراط في حوار؟ هناك إذن الحاجة
كل الناس بحاجة إلى الطعام، فهذه المناطق، مناطق منطقة الأسواق مثلا، هي النقطة التي يمكن أن نبدأ فيها الحوار. شكرا. الآن سوف أعطيك أيضا سؤال لك، هو كان مهتم بالفاعلين الإنسانيين وأن يكون هناك علاقات مع المجتمعات والجهات المسلحة. ما هي الأمور التي يأخذنا بعين الاعتبار لكي يكون هناك حماية للمجتمعات وخاصة للمنظمات المحلية والتملية، وما الخطوات التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار عندما نقوم بإعطاء الحماية للحماية وخاصة في استراتيجيات الكوميونيتي المجتمع؟ إذن يجب أن يكون هناك تحليل للسياق المحلي، وهذه النقطة التي يمكن للفاعلين، فاعلي السلام والذين هم الخبراء الذين يستطيعون أن يأخذون بعين الاعتبار الأطراف المعنية وأن يحللوا السياق ويحللوا ما الوضع المحلي. هم يدركون، سوف يعرفون بأن وجودهم يعني الانخراط مع الجهات المسلحة، وأيضا أن يكون هناك تحليل كبير للسياق المحلي، وأن تبدأ تأخذ نقطة التوجه من خلال احتياجات المجتمع وماذا يريده. وهنا أظن أنه هناك أيضا نقطة البدء لكي أن يبدأ العاملين المحليين بالتعلم من الفاعلين، فاعلي السلام والعاملين بمجال السلام، لأنه يساعدهم على وضع القرارات، وهذا يساعد أيضا العاملين الدوليين بأن يكون لديهم فهم دقيق لديناميكية المجتمع وكيف يعمل هذا المجتمع. وإذا أظن بأنها نقطة مهمة للمنظمات الدولية أن يكون لديها هذا المستوى الدقيق من التحليل. نوانتال، هل تستطيع أن تتحدث عن خبرتك والفريق الذي عملت معه كان يحاول الجهود أن لا يقود الاستراتيجيات المحلية الموضوعة؟ شكرا جزيلا. كما قلت سابقا، أن يكون هناك حضور في المجتمع سوف تفعل من العلاقات وما تقوم به وما يقوم به المجتمع. If there is a problem, there is also. هناك أي مشكلة؟ هناك حل وحل محلي. إن المجتمع هو مجتمعهم، وهو يعمل بشكل كبير على موضوع الاستدامة، لأن المجتمع سيكون المسؤول عن حل مشاكله. إذن هناك حاجة بأن يكون هناك ثقة بكفاءة المجتمع وقدرة المجتمع على حل مشاكله. وأيضا يجب أن تعلم بأنك تضيف القدرة فقط بأن يقوموا بعملهم ويقوموا ما يجب أن يقوموا به، أن تحولهم، وأنت يجب أن تقوم بوضع الثقة وإعطاء المعرفة ومساعدتهم على بناء قدراتهم. إذن السياق يختلف. نحن هنا، فإن المجتمع هنا لديه كانت تروما عالية أو صدمة كبيرة، فهم لا يستطيعون سماع ما تقول به،
يجب أن تخلق وقت طويل لكي تجعلهم يفهمون ما تريد أن تقوله، لأن السلام هو عملية. فإذا أنت يجب أن تأخذ وقتك الكافي لجلب السلام لهؤلاء. إذا أنت قمت بكتابة السلام، فالسلام لن يحل. هذه عملية كاملة يكون هناك. يجب أن نتأكد بأن عملنا موجه بطريقة مبنية وبعيدة عن العنف، ومبادئها قائمة بأنها بعيدة عن العنف. يجب أن نتأكد من أن كل المبادئ مكيفة وأيضا مأخوذة أو يؤمن بها المجتمع. نعم، إنه مثير للاهتمام. إنه قد تحدث عنه هربرت أزر، كيف يمكن أن نتفاعل مع كل هؤلاء العاملين؟ أظن أيضا أن موضوع الوقت كان من النقاط المثيرة المهمة، وتحدثت عن عمل الوساط. أنا كل هذا القيام بالعلاقات وبناء العلاقات يحتاج إلى الوقت، وهذا درس يمكن أن نستفيد به. وأود أن أسألك، هي كيف يمكن أن نحن كعاملين إنسانيا نرى أن لا لدينا الوقت نقوم بالعمل بشكل طارئ، ليس لدينا الكثير من الأموال. أنتم في جمهورية أفريقيا الوسطى، كيف يمكن لكم أن تخلقوا الوقت الكافي للقيام بعملكم؟ إن كان أن أعطيك الكلمة. شكرا جزيلا لك. Ce que les acteurs humanitaires, on doit comprendre, c'est que les communautés, naturellement, elles sont très ouvertes. نحن كعاملين إنسانيين نرى بأن المجتمعات مفتوحة، وأنت في عندما تأتي إلى المجتمع ترى أن هناك علاقة قد بدأت. وعندما تقوم باستلام الأمور وأن هناك بعض المبادئ النائية عن العنف، نحن لا نستطيع أو نبدأ بتحليل وتقييم للوضع وحساسيته وحساسية الصراع. وهذا نحن نعمل على وضع خطة أو تخطيط لنعرف من هم العاملون وكيف يرتبطون مع بعضهم البعض، وكيف هذا الشيء واضح. ونحاول فهم الديناميكية العمل. نحن نرى أن كل الأطراف نرى كيف يعملون بعضهم البعض، وتحاول أن تساعد وتفهم كيف يمكن أن تنشئ علاقة مع كل هؤلاء العاملين، لأولاً ليقبلونك أنت، وكيف يقبلون أن تكون أنت موجود معهم على الطلب. وهذا تحليل الصراع تحليل مهم جدا بالنسبة للعملية. يجب أن يكون لك فهم عميق للصراع ولكي تنشئ هذه العلاقات، وأن يكون هناك علاقة وثيقة بين الأطراف. طبعا سوف تدرك مباشرة بأن المنهج التقليدي بأن هذا سوف يأخذ الكثير من الوقت، وخاصة تحليل الوضع الحساس يأخذ الكثير من الوقت، ولهذا يجب أن تقوم بالتحليل بسرعة كبيرة. ولكن لكي أعود لسؤالك الأساسي،
تستطيع بدء هذه العلاقة ومن خلال التحليل، ولكن يجب أيضا أن تحدد الأطراف المختلفة الموجودة لكي تفهم كيف يمكن أن تبني العلاقات بين الأطراف المختلفة. وهذا تستطيع أنك تستطيع أن تلتقي مع كل شخص من الأشخاص، مع كل طرف من الأطراف، لكي يكون هناك علاقة، لكي تستطيع أن تجمعهم مع بعضهم البعض على طاولة مع بعضهم البعض لكي يقوموا بالحوار. وهذه هي الطريقة التي يمكن أن تمضي قدما في عملك ولكي تحل الصراعات الموجودة. شكرا. شكرا نيغان. هل هناك أي ما تريدين أن تضيفيه حول على موضوع بناء العلاقات وخصوصا وخاصة من العمل الذي قمت به؟ نواتل، إذا أردت أن تحل مشكلة عليك أن تتأكد بأن هناك عملية، لا شخص آخر، فرد آخر قد لا يستطيع أن يبني الثقة من خلال ساعة أو 3 ساعات أو 24 ساعة. يجب أن تكون صبورا، لا تتحلى بالصبر، وأن يكون لديك الوقت الكافي لحل هذه المشكلة، لأن المشكلة بحد ذاتها هو ليس ما تسمعه اليوم وما تشاهده الآن. هناك الكثير من الطبقات المختلفة لهذه المشكلة، وإذا أردت أن تحل المشكلة وأن تقضي عليها تحتاج للوقت. نحن لدينا فريق الحماية للمجتمع الذي يعمل نفس العمل الذي نقوم به، هذا ندربها، ولدينا أيضا فريق أيضا خاص بحماية النساء، وأيضا نعطيهم القدرات وندربهم، ومن خلال هذا نحاول أن نقوم بنقل خبراتنا إلى المجتمع. هؤلاء يساعدون أيضا على بناء الثقة مع قادة المجتمع وأيضا مع المجتمع نفسه. ما أردت أن أقوله، إذا أردت أن تحل مشكلة إنها ليست مهمة تأخذ يوم أو شهر، بل تأخذ الكثير من الوقت. شكرا. لدينا سؤال من الجمهور، وآسفة لأن فرنسيتي سيئة جدا، ولكن كيف يمكن أن نقوم بالتعاون ما بين الجهات المختلفة المساعدة، وكيف يمكن بناء هذه العلاقة؟ وأيضا في DRC مثلا هناك كثير الجهات التي ارتكبت الكثير من الجرائم، كيف يمكن أن نقوم بالبدء الخطوة الأولى؟ أيضا هل هناك بالخطوة الأولى، هل هناك يمكن لأحدهم أن يجاوب على هذا السؤال؟ هل أستطيع أن أبدأ الحديث؟ نعم. في جنوب السودان والعمل الذي نقوم به في قوات السلام النائية عن العنف، هناك نعرف أن هناك حرب في كل ركن من أركان هذه البلاد، وهناك أيضا المجتمع نفسه. إذن المجتمع نفسه أن يلحقوا بالجيش وكان يكونوا ضحايا، بين تدخلنا هنا. إذا أردت التدخل في هذا الظرف
تأكد أن تفهم الفهم بشكل أفضل. لا تحصل على المعلومات، وتأكد أن تثق بنفسك عندما تنخرط في هذا الظرف، لأن الأشخاص يريدون أن يشاركوا معك ويريدون أن يتحدثوا معك من كلا الطرفين. لديهم اختلاف، وبعض الأحيان يتهمونك، بعض الأحيان عندما يرونك سيتهمونك أنك تدعم الطرف الآخر دون الآخر. لا تريد، لا يجب أن لا تخاف، يجب أن تعدوا أنفسكم لهذا الظرف. بالنسبة لنا نحن قوى سلمية غير عنيفة، لدينا استراتيجية مختلفة كيف التعامل هذه الأمور. أولاً هو اللقاء، الاجتماع. لا أستطيع أن أقول نحن نصل هنا في جنوب السودان، بعض المنظمات لا تصل إلينا، وأيضاً أنتم، لأن هناك مهمة. عندما يكون ثقة، عندما أنت تبني الثقة في المجتمع، نفس الثقة فسيعلمون الأشخاص الآخرين عنكم. هذا أول شيء. طبعاً جمع تريد أن تعلقي على هذا السؤال. نعم، أعتقد في هذا الظرف العنف دائماً هناك ظرف أن المدنيين ثم هم يتهمون نفسهم بعضهم البعض ويشكون ببعضهم البعض. هنا لدينا مثال قوي جداً حول دور السد، هذا يكون وضع جسر بالنسبة للشكاوي. أين يمكن أن تثق ثقة؟ يجب نبدأ بالحوار وأن تضع إلى هذه المفاهيم واحدة واحدة، وأن تكون هناك دورة لزيادة أنت حضورك وأن يعرفوا عنك أكثر. وهناك بعض الأمور أيضاً السلبية تواجهونها، وهناك أيضاً أمور أخرى تحدثنا عنها، وكيف أنت تصل إلى الثقة في النهاية. عظيم. نعم، هبت لديك أنت تعليق؟ نعم، شكراً جزيلاً لكم. التحليل اليوم في العلاقة الثقة نحتاج إلى المبادئ الإنسانية. من المهم جداً المجتمع أن تكون مستقلاً، يجب أن يؤكدوا هي عملية الأمور أن تكون حيادياً مهم جداً. يجب أن تتفاوض مع المجتمع، وفي أمور العنف والصراع أن تقول لهم، أن تتحدث مع الطرف الآخر، كلا الطرفين المجتمعات يتحدثون عن نفس الشيء وفي الطريقة نفسها. هذه المبادئ هي مبادئ أساسية لبناء الثقة، والأطراف أن يقبلوا أن يحصلوا التفاوض، يجلسوا مع بعضهم البعض ويتفاوضوا بين الطرفين. يجب أن نتذكر المبادئ الإنسانية والحيادية في تلك الأمور. هذا أيضا هذه أجوبة رائعة لهذه التحديات. أعطيك دقيقتين لتسأل بعض الأسئلة، ويجب أريد أن أسأل أيضا بعض الأمور الإبداعية في أن تعرضك، وأسأل أمثلة الحلاق ليتحدث الزبائن لحماية الزبائن. أريد أن أسأل كيف نحن نشجع هذه الأمور الإبداعية في الفريق، الموظفين هم يعملون هذا المشاركة في تلك الأمور. تشارك معنا أنت خبرتك، وكيف دعم الناس تقويتهم وأن يأتوا بتلك الأفكار وتنفيذها. هذا سؤال جيد. أعتقد شيء واحد، نور الانعكاسية
بين مجموعات مختلفة والأشخاص اللي يعكسون على تلك الأمور. هذا شيء واحد مهم. أعتقد أيضا منظمتنا إذا كلها كان في هيكلية جيدة ويكون كثير من السياسات والبروتوكولات وتجلس في هذا الصندوق تجعلك مبدعا كأنك ممارس تغير المنظمة تكتيكاتها وسياساتها تريد فراغا لك لتعمل وأن تختبر إذا ما سمح الأمن لك بذلك. الأمور الإبداعية أو الخلاقة تمام الكثير من التمارين، التدريب مهم جدا، تذهب بطرق مختلفة. نعم، وبناء تلك الأفكار هي مهمة جدا، وتعلم بعضنا البعض كما نفعل هنا. دور المنظمة هي مهم جدا، يجب أن نعتبره عظيم جدا، أن أقدر لك ذلك. سأغلق الآن الأسئلة وأجب الكثير منهم ساهموا في الآن. لقد هناك أمور من الكثير من الأمور في هذا الموضوع المعقد. سأعطي الآن سارة براد الذي يعمل كمستشار في الأمور السياسية في الحماية في سيدا، هذا القسم الإنساني الذي سيغلق من ناحية الممولين، وما سيدا هي مهتمة بتلك الأمور. تفضلي سارة، الكلمة لك. لا يوجد صوت. شكرا ليان ولكلكم. لقد كان هذا أمور ملهمة جدا تلك الكلمات. لقد سمعت الكثير منكم وشكرا أنكم كنتم ملموسين في أمثلتكم اليوم من جميع العالم، وأنتم أتيتم من عمل مهم أنتم تعملون عليه. أن نأخذ جزء في هذه المناقشات، نتعلم منكم ما الذي يعمل عندما يكون للوقاية، وما الذي يجب أن نفعله في الأمور الاستراتيجية الإنسانية في سيدا. لدينا نحن نتائج في تقليل مخاطر العنف التي تؤثر على المجتمعات في القطاعات الإنسانية. أعتقد لدينا كثير من نتعلمه في دعم شركائنا والمساهمة بشكل جماعي عندما يتعلق بالحماية والعمل على أمور الحماية. بالنسبة للسياسة، نعم للحماية، كيف اللاعبين الإنسانيين الحماية أن يعمل بشكل فاعل، أن لديكم دور في هذا الدور لتقليل المخاطر والعنف وتقوية المقدرات. لقد ناقشنا اليوم تلك الأمور وهي كانت جزءا في الحد من التهديد، ولا نسمع نحن بعض الأحيان. أعتقد نحن كمانحين يجب أن نتعلم منكم أنتم ما الذي يمكن أن يكون ناجحاً، ما هي الحدود أو المحدودية، وكيف نحن نحد من تلك المحدودية ونكون هناك الفرص الموجودة. لقد ذكرتم كل السياق، هو كله بحد ذاته، ويجب أن نكون مفتوحين على هذا الحوار. أنتم الموجودون هنا معكم، ولا أيضا نتأكد أن المجتمع أن يكون نضعه في مركز عملنا. أيضا تركيز أكثر على الوقاية والمخاطر الحماية التي تواجهها بطريقة وقت جيد، وخاصة هذا الاستجابة للوقاية للحماية مهمة جدا، وخاصة الظرف اليوم العديد من الناس هنا في حاجة. قلة المصادر والعنف ضد المدنيين في جميع العالم، نريد أن ننظر كيف نحن نعمل هذه الحماية بشكل أفضل في هذا السياق وبشكل مغاير.
نحن كمانحين ننظر أكثر إلى حماية جماعية، حيث الناس يحصلون على الحماية بدلاً من أن ننظر على الأعداد من الأشخاص الذي نصل إليهم من خدماتنا. أيضاً نرى حاجة للنظر إلى الوقاية من العنف في هذا السياق، وقد ناقشنا هذا الكثير منه اليوم. كيف نحن نشجع زيادة الفهم والتعاون والتآزر بين الإنسانيين والناشطين في حقوق الإنسان؟ وقد لاحظت أيضاً عندما عدت وقرأت بعض التقارير منكم خلال السنوات الأخيرة، أيضاً نحن بدأنا نناقش أكثر مع زملائنا في تنفيذ هي استراتيجية سيدة للسلام، ونتعلم اليوم مع بعضنا البعض، تعلم حول بناء السلام في المجتمع، الأمور الشاملية والتفاوضات الإنسانية. يمكن أن نفعل كمانحين أن نجلب تلك الملاحظات سوية وندرسها، حماية شركاء في الحماية والسلام، نضع هذه المجموعات لكي تستكمل مع بعضها البعض، مهمة جداً. أيضاً هي نتائج وأيضاً الاستكمالية، ونبني مع بعضنا البعض على ما تم عليه بالنسبة للوقاية. لقد تحدثت هذا عن هذا أيضاً. هناك شركائنا يعملون على جهة السلام، هناك إطار زمني نحتاج إلى نحن وقاية طويلة الأمد مستدامة والنتائج مستدامة، حيث التدخلات الإنسانية قد تكون قصيرة أكثر، وهي تحتاج إلى نتائج أيضاً قصيرة في وقف العنف وقطعه. هذه زميلي، لقد عملت مناقشات مهمة نعملها مع بعضنا البعض، وأن نشارك بها كمانحين من جهتنا في تلك الأمور. تحدثنا وكلكم تحدثوا أهمية الحصول هذه المنحة الصراع وحساسية تحليل هذا الصراع. السيدة تحتاج هذا من جميع شركائنا الشركاء في السلام والتطور، هذه شركائنا في الأمور الإنسانية والحماية من البناء السلام الاعتيادي. هذا شيء نقطة لزيادة التعاون وتفاهم مشترك، هذا شيء نحن ندعمه خلال استراتيجية السلام التي وضعناها ومساهمتنا لعالم في سلام أمن وسلام أكثر، وخاصة في الدول في تلك الوحدات. هذا شيء جزء آخر نريد أن نعمل عليه بشكل وثيق، وأيضا الاحتياج إلى الأمور التمويلية طويلة الأمد ولينة من السيدة والوحدة الإنسانية. نحن ننظر إلى هذه التمويل طويل الأمد، ونحن ندرك ما أهمية هذا الوضع، وكيف يمكن أن نعمل مع المجتمعات، وكيف بناء العلاقات والثقة. كلكم قد ذكرتم ذلك بأن هي الأساسيات للقيام بهذا العمل. أظن أنا وأرى بأن التمويل المرن مهم جداً، تساعد الأطراف لبناء العلاقات مع المجتمعات، والمرونة مهمة جداً، وتساعد شركائنا على التكيف والتغيير بحسب الوضع وبحسب الفرص المتاحة، ولكي يقوموا بالتغيير بحسب الأولويات الموجودة للمجتمعات، وخاصة لحماية ضد العنف. سوف
أنهي وأشكركم جميعاً، أشكر الكل، المنظمين والمتحدثين، شكراً جزيلاً لكم.